علمتني الحياة في ظل العقيدة الإسلامية أن توحيد الله هو محور الرسالات السماوية ومحور حياة الإنسان الحق، فقيمة الإنسان تظهر عندما يجعل ربه محور حياته، فيستعبد كل ذرة من ذرات جسده، وكل حركة من حركاته، وكل سكنة من سكناته، ونفسه لله رب العالمين، فصلاته لله، ونسكه لله، وحياته لله، وموته لله، شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك تتفق وجهة الكون مع وجهة هذا الإنسان، تتفق وجهة الإنسان مع هذا الكون الذي يعيش فيه. فالكون يا أيها الأحبة كله مطيع لله جل وعلا، خاضع لسلطان الله، مسبح بحمد الله. فإذا تمرد العبد على ربه أصبح نشازا في هذا الكون، إذا تمرد هذا العبد أصبح شاذا في هذا الكون الهائل المتجه إلى الله وحده بالطاعة والخشوع والخضوع. فالكون كله في اتجاه وهو في اتجاه مضاد، ومن كفر فعليه كفره. خلق الله سوانا كثير وكثير وكثير، لا يعلمهم إلا خالقهم سبحانه وبحمده. وطاعتك أيها العبد لك، ومعصيتك أيها العبد عليك، ولن تضر الله شيئا. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن توحيد الله هو نقطة البداية في حياة المسلم والأمة، وأن التوحيد هو كذلك نقطة النهاية في حياة المسلم والأمة. من ضل عنه خسر الدنيا والآخرة، فهو أضل من حمار أهله، قلبه لا يفقه، وعينه لا تبصر، وأذنه لا تسمع، بهيمة في مسلاخ بشر، حياته ضنك، وسعيه مردود، وذنبه غير مغفور. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نعوذ بالله من النار. وفي المقابل، من ظفر بتوحيد الله جل وعلا فقد ربح الدنيا والآخرة وسعد الدنيا والآخرة، فسعيه مشكور، وذنبه مغفور، وتجارته لن تبور. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. العز في كنف العزيز، العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله.